تعرف على سبب انفصال عمرو سعد عن زوجته. مصدر يكشف القصة الكاملة للأزمة. كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنان عمرو سعد عن الأسباب الحقيقية وراء انفصال الفنان المتألق عن زوجته السيدة شيماء فوزي، مؤكداً الأخبار التي نشرتها شيماء فوزي عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة الشهير إنستغرام عن انفصالها بشكل نهائي عنه وحدوث الطلاق بعد زواج استمر لمدة 11 عاماً. وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية أن السبب وراء الانفصال هو كثرة المشاكل والأزمات التي نشبت بين الزوجين مؤخراً، حيث طلبت شيماء فوزي الطلاق من الفنان عمرو سعد أكثر من مرة في الفترة الأخيرة. وتابعت المصادر في تصريحاتها أنه في المشكلات السابقة نجح أهالي الطرفين في احتوائها وإنهاء تلك الأزمات بشكل تام، ولكن هذه المرة أصر كل من الزوجين على الانفصال. الخبر أثار صدمة كبيرة بين متابعي شيماء فوزي، وجاءت تعليقات المتابعين بين من يريد معرفة السبب ومن تمنى لها السعادة في حياتها القادمة. وكانت السيدة شيماء فوزي قد أعلنت في وقت سابق الانفصال عن زوجها الفنان عمرو سعد، وذلك بشكل مفاجئ دون ذكر أسباب، وهو ما زاد من تساؤل الجمهور عن السبب الحقيقي لانفصالها. ومن خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات الشهير إنستغرام، قالت شيماء فوزي: أعلن الآن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج، ولله الحمد. يذكر أن الفنان عمرو سعد تزوج من شيماء فوزي قبل 11 عاما، وتحديدا في عام 2008، وأثمر الزواج عن الأبناء رابي ويارو وابنته الصغرى حبيبة.